مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا وليله جديده وليله جميله من ليالي مصر جميله. النهارده الحد 26 من مارس و4 رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. بنستمتع بايام وليالي هذا الشهر الكريم، عايزين نستثمر كل ثانيه وكل دقيقه في ايام هذا الشهر الكريم في التقرب الى الله سبحانه وتعالى بكافه انواع العبادات والاعمال الصالحه. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب صالح الاعمال، واعاده الله علينا دائما وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات. من خلال مصر جميلة النهاردة مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين من داخل جامعة القاهرة. الحقيقة دايما بنفخر وبنعتز بهذا الصرح التعليمي العلمي اللي بالفعل يعتبر يعني علامة مضيئة في تاريخ التعليم العالي على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربية بشكل عام. جامعة القاهرة صاحبة تاريخ مشرف. جامعة القاهرة تم إنشائها عام 1908، وكانت في البداية بتعرف باسم جامعة فؤاد الأول، ولكن بعد ثورة يوليو عام 1952 تم تغيير الاسم وعرفت باسم جامعة القاهرة. ودائما جامعة القاهرة بتشارك في التصنيفات العالمية، ويمكن مؤخرا فازت جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية بأن هي شاركت في بعدد كبير جدا من التخصصات. هذا الفوز جاء من إحدى التصنيفات العالمية الإنجليزية. بالفعل فازت جامعة القاهرة وعدد كبير جدا من التخصصات، حوالي 27 تخصص، ويمكن من ضمن هذه التخصصات شارك أيضا في تصنيفات عالمية، وفازت أيضا جامعة القاهرة في عدد من التخصصات على المستوى العالمي. وطبعا بنوجه كل التحية والتقدير والاحترام وبنبارك لهيئة التدريس بجامعة القاهرة وعلى رأسهم طبعا دكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة وكل أعضاء هيئة التدريس وكل الأساتذة والدكاترة وكل يعني الطلاب الحاليين وكل خريجي الدفعات السابقة من جامعة القاهرة، بنبارك لهم ولهم كل التحية والتقدير والاحترام، لأن دائما بنفخر وبنعتز بانتمائنا لهذا الصرح العلمي التعليمي الرائع. والحقيقة زي ما دايما بنقول يعني كل المؤسسات المصرية في هذه المرحلة بتشهد تقدم هائل الحقيقة طبعا، وده من خلال دعم القيادة السياسية لكل مصرنا الحبيبة وكل المؤسسات المصرية. النهاردة وفي سهرتنا من خلال مصر جميلة، هذه السهرة يعني الثقافية الفنية الرمضانية الجميلة، النهاردة هتكون حاضرة معنا وبقوة وزارة الثقافة. والحقيقة وزارة الثقافة فعلا بتشارك مشاركة إيجابية في هذه المرحلة، لأن وزارة الثقافة بيتبعها عدد كبير من المؤسسات الفنية. وزارة الثقافة تعتبر يعني عامل من عوامل القوة الناعمة في مصر. وزارة الثقافة وما تقدمه من أعمال فنية جميلة بيكون لها تأثير إيجابي في المجتمع، سواء أغاني سواء مجموعة من الاحتفالات الفنية، بالتأكيد بتزيد من الانتماء، لأن دايما بنقول الثقافة هي رافد من روافد القوى الناعمة. وزارة الثقافة بتقيم الكثير والكثير من المسابقات الفنية لاكتشاف عدد كبير من المواهب، سواء أصحاب الأصوات الجميلة أو العازفين على الآلات الموسيقية. مؤخرا وزارة الثقافة أقامت الكثير من المسابقات الفنية وشارك فيها عدد كبير من المتسابقين. النهاردة هيكون معنا مجموعة من الفائزين في هذه المسابقة، أصوات جميلة جدا، أصوات بالفعل قدرت تفوز وقدرت تكون في منافسة شريفة جدا، ومن خلال لجان تحكيم من داخل وزارة الثقافة فازت هذه الأصوات الجميلة. يعني بنتمنى أن حلقتنا النهاردة من خلال مصر جميلة وهذه السهرة الفنية الرمضانية الجميلة تنال إعجابكم ورضاكم. مشاهدينا الكرام، حالا هنطلع فاصل، ولكن بعد الفاصل هنرجع مرة تانية وبسرعة ونبدأ مع حضراتكم سهرتنا الجميلة الجديدة ومصر جميلة.
مشاهدينا بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم سهرتنا الثقافية الرمضانية الفنية الجميلة. وزي ما دايما بنقول كل المؤسسات والهيئات المصرية بتشهد تقدم ودعم رائع في هذه المرحلة وبتحقق الحقيقة إنجاز كبير. طبعا يعني صوت ساعة جامعة القاهرة هيشارك معنا في حلقتنا النهاردة، وهذا الصوت الجميل هو بالتأكيد مرتبط معنا كلنا بذكريات جميلة وانتمائنا لجامعة القاهرة. النهاردة بنحيي وزارة الثقافة لأن وزارة الثقافة ليها دور حيوي إيجابي وفعال في اكتشاف الكثير والكثير من المواهب الفنية المصرية الشابة. وزي ما دايما بنقول مصر عطاءة، يعني إن شاء الله هيبقى عندنا في المستقبل أصوات جميلة زي ما عندنا تاريخ مشرف من الغناء والطرب، عندنا حاضر كمان قوي وإن شاء الله هيكون عندنا مستقبل مشرق. النهاردة معانا مجموعة من الفائزين في المسابقة اللي أجرتها وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، وهذه المسابقة كانت بعنوان الصوت الذهبي. بدأت هذه المسابقة تقريبا عام 2016 ومرت يعني بمراحل كثيرة، ونحن في هذه المرحلة في الدورة السادسة لهذه المسابقة الصوت الذهبي. هنعرف تفاصيل أكتر عن مسابقة الصوت الذهبي والشباب الفائزين في هذه المسابقة من خلال هذا اللقاء اللي بيسعدنا وبيشرفنا فيه المايسترو دكتور مدحت عبد السميع حشاد عضو لجنة تحكيم مسابقة الصوت الذهبي. أهلا بحضرتك معانا دكتور مدحت، كل سنة وحضرتك وحضرتك طيبة والمشاهدين طيب. بيشرفنا كمان وبيسعدنا دكتور علاء فتحي وكيل المعهد العالي للموسيقى العربية، أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة. وأنتم طيبين. وطبعا المعهد العالي للموسيقى العربية هو إحدى المؤسسات الفنية القوية التابعة لوزارة الثقافة، يعني مؤسسة فنية عريقة بالفعل. برحب طبعا بأصدقائي الشباب الفنانين بقى اللي فازوا في المسابقة، ألف مبروك وكل سنة وانتم طيبين. وهنتعرف دلوقتي على المواهب الجميلة إن شاء الله. طيب دكتور علاء اسمح لنا نلقي الضوء كده على تاريخ مسابقة الصوت الذهبي، بدأت امتى والمراحل اللي مرت بيها، وعلى أي أساس المعايير اللي بيتم اختيارها الفائزين في هذه المسابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مسابقة الصوت الذهبي بدأت من خلال تعاون كان ما بين بيت الغناء العربي وكان بيرقصوا في وقتها الفنان القدير الراحل محسن فاروق، والحقيقة أنا كنت ماسك يميها متحف أم كلثوم، فكان تعاون ما بين متحف أم كلثوم وبيت الغناء العربي في إنشاء مسابقة للغناء العربي الأصيل. يعني إحنا كنا بنستهدف في هذه المسابقة الغناء التقليدي بشكل التراثي، يعني كنا بنعملها لعدة مراحل. أي متسابق بيتقدم في الأول بيغني أغنية عادية طقطوقة حاجة بسيطة جدا، بعد كده الموضوع في المرحلة اللي بعدها بيصعب شوية، بيقول موشح أو دور، وبعد كده بيقول قصيدة. فالمهم هو اهتمامنا الأول والأساسي إن احنا نربط الشباب بتراثه الغنائي الأصيل، ومع التركيز على الأصوات الـ يعني الغنائية من أولاد وبنات، بحيث إن هم يكونوا يعني نواة للمطربين المستقبل في مصر. صحيح. طبعا هم يقدموا أغانيهم بشكلهم الحديث، لكن لازم يكون في أصالة وفي ارتباط ما بين الفن الأصلي والتراثي والغناء الحديث. صحيح، دايما من خلال لقاءاتنا بالشباب يعني دايما بيقولوا ان هم تدربوا على الأغاني القديمة زي أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، طبعا لأن كل أغنية تعتبر مدرسة، يعني لما نقول كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي مثلا والأصبجي وهذه الأسماء الكبيرة العملاقة في تاريخ الفن المصري، فدايما بيقولوا ان هم بداية مشوارهم الفني كانت مع هذه الأغاني. يعني طبعا هو الحقيقه يعني الشباب كان ابهرونا السنه دي ان في اعمار صغيره ولقيناهم الحقيقه عارفين اعمال كثيره من التراث، حتى تعدت فكره عبد الوهاب وام كلثوم، راحوا لسيد درويش وهم قبلها. فالحقيقه هم فاجئونا بسنهم الصغير انهم عندهم هذه الحصيله الكبيره والجميله، وزي ما هنسمع بعد شويه من نماذج من اللي هم التوب 10 بتوعنا. الحقيقه يعني مستواهم كان على مستوى كبير السنة دي، وكان متقارب جدا. يعني كان محير جدا بالنسبة للجنة لأن كانت كل المستويات متقاربة الحقيقة، يعني فروقات بسيطة جدا لدرجة أنها حيرتنا لحد الحفل النهائي، لحد حفل توزيع الجوائز. إحنا يعني حكمنا وإحنا بعد ما طلعوا على المسرح كان الأفضل بقى، لأن هم كل مرة كانوا بيبهرون
بيبهرونا يعني بيتقاربوا خالص. تمام. طيب دكتور مدحت، يعني ايه راي حضرتك؟ يعني دكتور علاء بيقول المستويات بالفعل متقاربه، عايز اعرف الاول راي حضرتك ايه في التدريب فعلا على الاغاني الجميله بما تحمله من قيمه فنيه؟ يعني لغايه دلوقتي شوف حضرتك هذه الاغاني مر عليها كام، 50 سنه و60 سنه، ولكن قيمتها الفنيه مرتبطه معانا في الاذهان وفي وجداننا. فريق ايه راي حضرتك ان هؤلاء الشباب يبداوا مشوارهم الفني مع هذه الاغاني القيمة؟ ومبدئيا الموسيقي عموما او سواء مطرب او عازف هو عبارة عن مخزون. لازم يبقى عنده مخزون، فما فيش احسن من المخزون اللي هو القديم بتاعنا. لان لو جينا نقارن مستوى الاغاني، لو انا قلت لحد من دول احفظ اغنية لفلان في الوقت الحالي بتاعنا كده، عشان بيقابلها انه لو حفظ أغنية أو لو سمع أغنية بس في دماغه لأم كلثوم أو لعبد الوهاب أو للفنانين الكبار دول، هتلاقي المقدمة الموسيقية مثلا لأغنية لأم كلثوم، المقدمة الموسيقية بس لو حسبناها هتعمل 20 أو 25 لحن من اللي بتعمله دلوقتي المقدمة الموسيقية بس. معلش استاذ حاج، يعني ايه هتعمل؟ يعني هتوازي يعني بقيمتها الفنيه، بقيمتها لا هو لو الحانها الجميله ولا والمقاييس اللي فيها والحاجات اللي ممكن يستفيد منها في الغنى او في السمع، او زي ما اتفقنا ان المخزون مهم، المخزون الموسيقي مهم جدا للموسيقي. صحيح. فهو لو سمع بس ممكن تفصل، يعني بعض يقول عليها وجبة، ممكن تفصل 20 اغنيه او 25 اغنيه، 30 50. صحيح. المقدمه. صحيح. الموسيقيه بس هنمسكها يعني هتلاقيها فيها تعدد في المقامات وتعدد في الافكار الموسيقيه وثراء في النقاط. طيب المسابقه هنا كان اختيار اصوات جميله ولا اختيار عازفين على الات موسيقيه؟ لا، ولا كان اختيار، كان اختيار الاصوات. اصوات فقط. الاصوات اختيار بس. اصوات هي كانت مركزه على الاصوات، اسمها صوت الذهبي. تعقيبا على اللي قاله الدكتور علاء بالنسبه لان اللجنه كانت محتاره في فعلا المستويات كانت متقاربه. ده زائد ان في ساعة ما بيتقدم المتسابق بيبقى جاي زي ما بيقولوا يعني كده بعبله، هو على قد ممكن ما يبقاش دارس، ممكن ما يبقاش ده جواه مثلا، فممكن يكون اختياره للعمل اللي هو هيأديه ممكن ما يبقاش على مستوى جامد. بس اللجنة من خلال يعني الخبرة اللي عندها رؤية، بعد كده المشكلة بتحصل في ان بعد ما بتحصل المسابقه بيبقى في تدريب عن طريق صندوق التنميه الثقافيه برضو. بندرب الولاد أول دول. لا ثانيه واحده، اول ما بيتم الاعلان عن المسابقه بيشارك فيه عدد من المتسابقين، بيخش زي ما هو وبيبدا يتدرب من خلال خلاص هو فاز في اطار المسابقه. بعد الاصوات اللي فاز دي بتتمرن لمده صغيره، فبيحصل ان حد بيبقى جاي ناقصه حاجه هو مش عارفها. عن طريق التدريس او الخبره اللي هو خدها بيتقال له ايه، فممكن يبقى احسن يعمل مستوى احسن. فعشان كده بيبقى في تصفيات، يعني مش تصفيات حضرتك، هو خلاص في التوب 10 طلعوا هيتعمل بيهم حفله. تمام. فبقى هو جاي كان مختار اغنيه مش كويسه، ما اديتوش كل اللي عنده، فاحنا بنختار له اغنيه تناسبه وتطلع كل امكانياته وبنمرنه عليها ازاي يقولها بالشكل السليم وازاي يعني ازاي يبقى تدريب لمرحله بسيطه. لكن بعد بس بيفرق، بعد المسابقه بيبقى تدريب كورس في بيت الغناء. بيت الغناء كلمه اختيار الاغنيه اللي تناسبه دي مهمه جدا يا دكتور مدحت. انا عايزه اقف عندها لانه دايما نسمع ان في اصوات ينفع تغني مثلا اغاني رومانسيه، وفي اصوات ممكن تغني اغاني وطنيه، يعني احيانا بنسمعها هنعرفها برضو من حضرتك بشكل يعني زي ما بنقول علمي هي فني. هي معانا حاله زي كده، بس هنشوف شبابنا الاول بعد اذن حضراتكم نتعرف عليهم. كل سنه وانتم طيبين الاول يا احلى شباب، والف مبروك ان انتوا فزتوا في المسابقه، مسابقه الصوت الذهبي، وان شاء الله تكون بدايه موفقه كده لمشواركم الفني ونشوفكم نجوم بعد كده باذن الله. طب اتعرف عليكم بسرعه، حضرتك اسمك ايه؟ انا عمرو سلام، عندي 25 سنه من محافظه البحيره. الحمد لله يعني ربنا كرمني واخدت المركز الاول في مسابقه الصوت الذهبي، ان شاء الله تكون بدايه انطلاقه يعني تكون ما شاء الله يا عمرو المركز الاول. طيب تمام، هنسمع دلوقتي وانا استمتع ان شاء الله بصوتك الجميل. و
ملك. اتفضلي حبيبتي. 20 سنة من محافظة بني سويف. ملك من بني سويف، أهلا بيك. من العشرة الأوائل الحمد لله في المسابقة، وده شرف كبير لي. ما شاء الله، ألف مبروك يا ملك، ألف مبروك يا حبيبتي. اتفضل. اسمي زياد عبد الله، عمري 20 سنة، جامعة عين شمس، كلية حاسبات ومعلومات. أنا كنت خدت الحمد لله المركز الثالث. برافو عليك، ألف مبروك. اتفضل. انت بتعزف على آلة العود. صاحبهم على آلة العود. مصاحب بعزف على آلة العود. اهلا بيك، اهلا بيك. طيب هيقدموا لنا ايه اول اغنية؟ هل في تنسيق مع حضراتكم ولا لا؟ احنا سايبين لهم الاختيار طبعا. طيب اتفضلوا، اخترتوا ايه؟ انا ممكن اقول مذهب بتاع اغنية ادور انا هويت. الله، جميل وإحساس رائع وإحساس صادق وعالي جدا. طيب اسمح لنا دكتور مدحت، حضرتك كنا توقفنا عند نقطة إن إيه الصوت اللي يغني أغاني معينة، واسمح لي هنا في آراء كتيرة، يعني في بعض الآراء سمعناها من كبار الفنانين بيقولوا برضو إن الصوت الحلو أو المطرب الجيد يقدر يغني كل أنواع الأغاني، سواء أغاني رومانسية وطنية موشحات دينية، وفي بعض الآراء بتقول لا، ممكن صوت بيليق على نوعية معينة من الأغاني ما يليقش على نوعية تانية. إيه رأي حضرتك؟ هو الرأيين صح، بس هو ممكن يكون مختار أغنية ما تبينش إمكانيات صوته، مش بالشرط هي تكون عاطفية أو ما بتكلمش في كده، مش بتبين إمكانيات صوته. لأن الصوت ليه طب، يعني الصوت البشري بيبقى ليه زي مساحة صوتية وأكيد بيبقى فيه حتة منورة عن حتة تانية. فإزاي هو ينقي أغنية تكون فيها المكان اللي يبرز إمكانياته ويقدر يقوله كويس، زائد إن التدريب على إزاي أقول، إزاي أخرج اللي هي المقامات، هو اللي بنسمع عليها زي المقامات، بيبقى المقامات إزاي أقول المقام، بس مخارج الألفاظ ليها، مخارج الحروف ليها، إزاي أنا أقول الحرف أطلعه صح وفي مكانه مع المقام، كل دي حاجات هي دي اللي اقصد ما بيبقاش اختياره صح في كده. طيب ده دور مين بقى حضرتك؟ هل دور اللي بيدعم هذه الموهبه اللي بيدربها طبعا، ولا دور الموسيقار مثلا او المايسترو او يعني؟ لا، هو في في من في العائله الفنيه الجميله. الدكتور مدحت غير انه عضو لجنه التحكيم، هو مايسترو حفل الختام من اول موسم في الصوت الذهبي الحقيقي، ما شاء الله. وانا اللي ببقى مسؤول عن التدريب. فيعني طيب ده حضرتك الاساس بقى المنوط بيك يعني؟ مش يعني هو في الحته دي ببقى الفنيه، ببقى انا اللي بتولاهم بعد كده، حتى في الـ في الـ في الكورس اللي بياخدوه في بيت الغناء العربي. يعني بيبقى فيه تحسن. طيب ادينا مثال يا دكتور مدحت، يعني هقول لحضرتك عمر مثلا، يعني احنا سمعناه دلوقتي بيغني حاجه لسيد درويش حلوه جدا، ايه اللي ما ينفعش يغنيه عمر مثلا، او في الوقت الحالي ما يقدرش يغنيه ممكن يغنيه في المستقبل؟ طب انا هحدد لحضرتك مثال بعيد عن عمر، ما عندنا في مع زياد مثلا. اوكي. تمام. زياد جه في المسابقه غنى حاجه لعبد الوهاب. تمام. ما شاء الله زياد يملك حنجرة وإمكانيات قماشة جميلة جدا جدا اللي تمام. تقدر تقول كل حاجة. تمام. بس زياد متأثر شوية أو بدايته أو بيحب الإنشاد. فطريقة الغنى للإنشاد الديني في العرب وفي المدود وفي ومخارج الألفاظ ليها طريقة معينة. فهو بيغني عبد الوهاب، هو حلو جدا. بس بيغنيها بطريقة الإنشاد. بإنشاد. فقلت له أنت تغني حاجة، ف بناء عليه غنى مولاي. بس دي بقى خبرة حضرتك طبعا. طبعا. يعني هي عشان نجاح كبير قوي طبعا الاغنيه معاه. طب سعيد يا زياد، جهز نفسك عشان نسمع حاجه انشاد. يعني هيقول حاجه انشاد وهيقول حاجه لعبد الوهاب. الاثنين هيقولهم حلو جدا، بس ممكن حضرتك تلاحظ الفرق، لان احنا لسه بنشتغل على زياد. او لسه كنا بنتكلم اننا هنشتغل انه ازاي يغني بطريقه غير الانشاد. اكيد. تمام. اكيد. وبالتاكيد اجراء هذه المسابقات الفنيه الجميله بتكون حافز للشباب ان هم يبدعوا وان هم يتدربوا. هنتكلم في النقطه دي مع دكتور علاء، بس اتفضل كده يا زياد، شوف هتختار لنا ايه حاجه انشاد ديني جميل كده. ممكن اسمعكم مثلا مولاي. الله، يلا برافو عليكم، برافو عليكم، تحيه كبيره جدا. يعني صوت جميل واحساس. 20 سنه محافظ كده.
25 سنة أنا هويت بطلعية وبرضو معانا ملك ما شاء الله 18 يعني سنة. لا مواهب فنية شابة جميلة جدا. طيب دكتور علاء بقى الشباب الفاز الجميل ده إيه الجائزة اللي حضراتكم هتقدموها لهم؟ إيه نوع من أنواع الدعم أو التشجيع هيكون إزاي؟ هو الحقيقة طبعا التلاتة الأول خدوا جوائز مالية تمام. والحقيقة كانت الجائزة الأولى السنة دي باسم الأستاذ محسن فاروق الراحل كانت باسمه ذكر تقليد جميل السنة دي الحقيقة في عودة المسابقة إنها يعني تكرم اسمه وواحد رائد من رواد الموسيقى العربية الأستاذ محسن فاروق كان الحقيقة من أمهر المطربين للموسيقى العربية صحيح. وكان من أهم الناس في حفظ التراث حافظين التراث وكان بيحافظ على التراث الحقيقي. تمام. الحقيقه اللي جاي بعد كده بعد فكره الكورسات بتاعه بيت الغناء العربي زي ما المايسترو مدحت اتكلم عليها أيه. الحقيقه الصندوق بيتبنى فكره ان هو يقدم لهم اعمال جديده في شكل اوبريت او في شكل غناء جماعي بحيث ان هم يبقى فيه اجزاء جماعيه واجزاء فرديه بس اغنيه حديثه يعني احنا بنحضر دلوقتي اغنيه حديثه تعبر عن سنهم تعبر عن يعني العصر اللي هم فيه من حيث الموسيقى من حيث التصوير من حيث الشكل الجديد بس مع المحافظه على التراكم او التراث أو الاصل الفني الجيد يعني تمام. اغاني حديثه هل شعراء بقى شباب بيكتبوا كلماتها مثلا الالحان يعني الموسيقيه من قبل الشباب برضو في بعض الشباب بيحضروا لهم دلوقتي حاجات وان شاء الله تتصور كمان بحيث ان احنا نقدمهم ما تبقاش قصر المسابقه على فكره التسابق بس ان شاء الله هيتم يعني دعم هؤلاء الشباب بمزيد من الاعمال الفنيه اللي يقدموا فيها فنهم ده بالاضافه لحفلات في شعراء كبار برضو سيدنا يعني معانا استاذ عوض بدوي ابدى استعداد وشعراء كتيره جدا من الكبار وملحنين اصدقائي من الناس الكبار برضو من الشباب اعجبوا بيهم جدا وعندهم استعداد ان هم يقدموا لهم حاجه تبرز موهبهم ده بخلاف الحفلات يعني ان شاء الله في قصر امير بشتاك فيها بنقدم الاصوات الذهبيه تمام. بالاضافه كمان احنا كصندوق تنميه ثقافيه بنعمل مسابقه المواهب الذهبيه لذوي الاحتياجات الله وده كان استعدادي الموسم الخامس علي. الحقيقه الحمد لله كانت الموسم الخامس السنه دي وفي اصوات جميله برضو جدا في المواهب الذهبيه والحقيقه بنسعد جدا بالدمج ما بينهم صحيح ده مهم جدا ذوي الاحتياجات الخاصه او زي ما بنقول يعني في هذه المرحله القادرون باختلاف فعلا بيبقى عندهم امل وعندهم طاقه ايجابيه قويه جدا جدا بس محتاجين التوجيه او محتاجين الدعم لا احنا الحقيقه فلسفتنا كمان ان احنا نقدمهم بشكل فني جيد بحيث ان هو الجمهور اللي هو بيتفرج عليهم الحقيقه بيعجب بيهم جدا لان تمام. بيحسوا ان هم طاقه فنيه جديده صحيح ومتميزه وفي بعضهم الحمد لله اشترك في فرقه الاوبرا وتعاقدوا معهم وشاركوا في مهرجان الموسيقى العربيه وبيقدموا صحيح. كمان يعني نفس الاوركسترا اللي بيبقى مع الاصوات الذهبيه هي نفس الاوركسترا اللي بتبقى واحيانا بتبقى اكبر تمام حسب الاعمال اللي موجوده يعني. دي كويسه جدا جدا لا كل التحيه والتقدير لحضراتكم بس اسمحوا لنا مع حضراتكم ومع كل الساده المشاهدين هنتوقف ثواني هنطلع فاصل من خلال هذا الفاصل هنشوف تاريخ مسابقه الصوت الذهبي لان فعلا هذه المسابقه مرت بمراحل كتيره جدا وتم اكتشاف عدد كبير من الموهوبين من خلال مسابقه الصوت الذهبي ونرجع مره ثانيه ونواصل لقائنا حسيت بفخر شديد جدا ان احنا عندنا الاصوات دي ومن جميع المحافظات ادي حاجه الحاجه الثانيه النهارده اطمنا على مستقبل مصر ان احنا هنسيبها وفي مواهب كمان اكتر من عندنا من اللي كانت موجوده عندنا الحكايه كلها ان لما الدوله اهتمت ما هو ده صندوق التنميه الثقافيه اولا انا اشكر كل اللي قاموا بالمسابقه دي وخصوصا الدكتور هاني ابو الحسن من الحاجات المهمه جدا انه يبقى وزاره الثقافه ودكتور هاني والناس المشاركه كل الدكاتره واللجنه وانه يبقى في اوركسترا زي اللي عزفت ويبقى شيء كده فيه ابداع فانا سعيده جدا الحقيقه بانه يبقى بالقوه دي في المكان المناسب والناس المناسبه اصوات نادره ومتنوعه وجميله جدا كلهم هينوا
كلهم قايلين بلا استثناء، ودي مش مجاملة. ويا ريت احنا ندعم الأصوات دي بحفلات وبمشاركات مختلفة. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، وشفنا مع حضراتكم قد إيه عدد الموهوبين والموهوبات اللي مشارك في المسابقة من كل محافظات مصر، ودي أحلى حاجة بالفعل، لأن زي ما دايما بنقول مصر عطاقة، يعني فيها كتير من المواهب الفنية في كل مكان على أرض مصر. كمان زي ما شفنا عدد كبير من كبار الفنانين، يعني شفنا الموسيقار الكبير هاني شنودة، الفنانة سيمون، يعني فعلا دعم الفنانين لهذه المواهب الفنية الشابة ده حاجة جميلة جدا جدا، بتشجعهم تديهم أمل وطاقة إيجابية. إيه رأي حضرتك يا دكتور علاء؟ الحقيقة الفنان هاني شنودة الحقيقة كان معانا من أول موسم كويس، وهو حريص دايما أنه هو بيحب المسابقة جدا، لأنه هو بيحس إن بالأمل بالشباب والأصوات الجميلة. صحيح. يعني هو بيقول لنا من المسابقة بتاعت الصوت الذهبي دي مسابقة فريدة من نوعها غير المسابقات اللي هو بيروحها كتير في حتت كتير. صحيح. والفنان الموسيقار الكبير هاني شنودة كان ليه دور إيجابي كبير جدا ودور حيوي في اكتشاف عدد كبير من الأصوات اللي دلوقتي في هذه المرحلة أصبحوا نجوم، يعني دون ذكر أسماء معينة، ولكن كانوا لسه في بداية مشوارهم الفني، ويعني ونتيجة التدخل الإيجابي أو المشاركة الإيجابية من قبل الموسيقار هاني شنودة أصبحوا نجوم لامعة في سماء طرب، يعني فجميل ان هو يشارك في مسابقه زي كده. لا هو كمان بيحرص التملي ان هو بيدي الروشته البسيطه السريعه لكل صوت، يعني بعد الصوت ما بيأدي بيديله برضو النصائح اللي هو فكره صوته يطلعه من انهي مخرج للصوت، طبعا فكره مساله شرب السجاير، يعني بيديله يعني أكيد بعض التعليمات الصحية، بيبقى في تشجيع ونصائح في نفس الوقت. طيب دكتور مدحت باقي ملوكة بقى، عايزين نسمع ملك كده ونسمع منها أغنية حضرتك، يعني تقول لها تسمعنا إيه مثلا اللي حضرتك شايفه أجمل حاجة هي بتأديها. هي كل حاجة بتأديها الحقيقة جميلة، كل حاجة هي جميلة. ممكن نسمع حاجة لنجاة مثلا حضرتك شايفها بإيه في أحلى، يعني حضرتك ده طبعا ليك رؤية. لا هي على سن ملك 18 سنة، وكمية الحاجات اللي أنا سمعتها منها هي حفظها حاجة أسعدتني جدا وخلتني يعني كويس فخور بيها جدا كويس. وهي بتغني كلها، يعني هتغني وردة كويس، هتغني فايزة كويس، هتغني نجاة كويس، هي دي شهادة يعني جميلة تعتز بيها يا ملك. أكيد تحياتنا ليكي ولكل أهالي محافظة بني سويف. يلا طب هتختاري إيه بقى يا ملك؟ دكتور مدحت ساب لك حرية الاختيار أهو. ممكن أسمعكم القريب منك بعيد لنجاة؟ أوكي تفضلي تفضلي حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله يا ملك، لا صوت رائع رائع وصادق ومؤثر فعلا، ما شاء الله، تحية كبيرة ليك يا ملك والله يا حبيبتي، أتمنى لك مستقبل يعني مشرق ومستقبل فني كده مزدهر بإذن الله. وبنحيي كمان علي عازف على آلة العود الشرقية، شكرا يا علي، احنا تعبناك معانا مع كل الشباب الجميل ده، ميرسي يا علي. طيب دكتور علاء، عايزين نتكلم بقى على رمضان وشهر رمضان الكريم، بس بالتأكيد بيكون في احتفالات فنية كده خاصة وأغاني دينية، موشحات دينية، خصوصا الشعب المصري يعني دايما بيحب يستمع يعني للأغاني الدينية في شهر رمضان. صندوق التنمية الثقافية الحقيقة السنة دي عامل برنامج رمضاني جميل جدا في عدة مراكز إبداع. هنبدأ طبعا فعاليات رمضان السنة دي في قصر الأمير طاز ان شاء الله يوم الاربعاء القادم كويس بالمولويه والدكتور عامر التودي، ففعاليه مهمه جدا وجميله جدا بنبدا بيها رمضان. عندنا بعد كده محمود التهامي الله المنشد الديني، وعندنا اوركسترا نور الامل كمان معانا كويس قوي، ومعانا كمان فرقه عشاء النغم للدكتور محمد عبد الستار، ومعانا الدكتوره رانيا يحيى فلوت، الدكتوره منال محي الدين هارب كويس كويس، معانا علي الهلباوي. هل هيبقى في مثلا ابتهالات دينيه موجوده في هذه الاحتفالات؟ طبعا الابتهالات هو دي جميله. وبعد كده في الصوت الذهبي والمواهب الذهبيه في قصر امير طاز، سوري انا اسف، في قصر امير بشتاك بيت الغناء العربي. تمام. فالحقيقه في فعاليات عندنا في كوبري في قبه الغوري، وفي قصر امير طاز، وفي بيت السحيمي، تمام، وفي قصر امير بشتاك،
في الفنان احمد ابراهيم طبعا يعني كان بمناسبه المسابقه مشارك برضه مع حضراتكم في المسابقه دي. بالتاكيد كل هذه الاحتفالات بيكون فيها دعم من قبل وزاره الثقافه هي حال طبعا كلها يعني دعوه عامه برعايه يعني. دعوه عامه طبعا دعوه عامه في كل هذه الاحتفالات وبتبدا الساعه 9 والاماكن مفتوحه اماكن اثريه جميله جدا الله وفيها بقى يعني يعني الاجواء الرمضانيه تبقى جميله جدا ان شاء الله. تمام طيب دكتور مدحت واحنا بنتكلم على الاجواء الرمضانيه وبالتاكيد لازم نقول الابتهالات الدينيه وعندنا في تاريخ مصر النقشبندي ونصر الدين طبار يعني اسماء الحقيقه شيخ عمران وعندنا عندنا تاريخ نملك يعني نملك رائع من الابتهالات الدينيه مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى الوطن العربي بشكل عام. هل شبابنا الجميل ده يقدر يؤدي هذه الابتهالات الدينيه ولا ده مجال تاني او مجال مختلف؟ هو ده مجال هو يعني يمكن حصل في, في, في ان سيد النقشبندي قال مولاي وهو اساسا مبتهل. المهم اللي يفصل المهم اللي يبقى عندنا حد زي بارك حمدي يقدر يعمل يفصل الحاجه تليق على الصوت يعني هتطلع عارفة قصة الابتهال بتاع مولايا ده ان الشيخ سيد النقشبندي ما كانش موافق ان بليغ حمدي يلحن له بليغ حمدي اللي بيلحن ما كانش موافق خالص ودي قصة معروفة يعني أيوه. وفي الاخر طلع عمل خالد موجود لغاية دلوقتي صحيح. فالمهم وجود اللي يتحكم ازاي يقدم ده فين وامتى هي دي ينقصنا بس ان حد يوصل الاصوات ديت ان هي تقول كل الاشكال وايه اللي تقوله وايه اللي مش شرط ان انا اقول كل حاجه اتميز في حاجه دي مهمه. احنا عارفين يعني العائله الفنيه دايما بيبقى فيها مثلا الشاعر الغنائي اللي بيكتب الكلمه تمام. والموسيقار او الملحن اللي بيضع اللحن تمام. وطبعا الفرقه الموسيقيه تمام. دي مهمه مين بقى يعني مهمة هذا الملحن. دي مهمه الملحن هو اللي ياخد الكلمات او الشعر الغنائي ويشوفه مناسب للصوت هو مش مناسب للصوت هو انا هشتغل لحضرتك تمام. فانا مفروض ابقى مذاكرك عارف ايه المكان زي مدرب الكوره عارف مين بيلعب في مركز ايه يحطه ما هو مش الخطيب لو كان بيلعب مدافع كان هيجي جوان في يعني ده مهاجم لازم يبقى مهاجم تمام. في حد جوكر بيلعب كل حاجه برضو دي مهمه اللي بينقي اللي بيختار اللي بيفصل يعني ممكن الملحن يشوف او يقرا مثلا شعر غنائي معين مجموعه كلمات جميله تنفع تبقى اغنيه جميل. يقدر يقول الصوت ده ممكن يغني الاغنيه دي هو لو لحن بعد ما يلحن هيقول دي تنفع ده تنفع. انما هو مفروض الصح ان انا بلحن لفلان انا بعمل اللحن ده عشان ده فانا بعمله من الرؤيه دي تمام. من المنطقه دي من الحته اللي هتنور تمام صحيح بس صحيح. ده ما بيبقاش موجود دلوقتي يعني دلوقتي ممكن مزيكا حلوه ويتحط عليها كلام واي حد يغني هي دي المشكله ما هي دي بقى النقطه اللي يمكن هنختم بيها لقائنا ان احنا عايزين يعني هذه المواهب الفنيه الشابه الجميله اللي تقدر تادي الاغاني الراقيه الاغاني اللي فعلا تمتعنا تحاول بقى ان هي تاخذ اماكن للاسف الاغاني الهابطه او الاغاني اللي يعني كلنا عارفينها يعني ولكن عايزين ان نبعدها عن الساحه الفنيه المصريه الجميله بهذه الاصوات الشابه بالزبط. طيب هل انتم مجهزين حاجه يا شباب هل في اغنيه جماعيه نسمعها تاني هل في حد عنده اغنيه متميزه يقولها لنا انا ممكن اقول القلب يعشق كل جميل الله عمرو بقى الفائز الاول طبعا ممكن عمرو وزياد يقولوها مع بعض زي ما تحبوا شوف برضه ورونا حاجه على الهوا كده يا دكتور مدحت لا حاجه على الهوا كده اختبرهم بقى يلا حاجه على الهوا مجهزين خالص هنحاول نجتهد دلوقتي كده ان الحاجه تطلع يعني باقصى يعني ان شاء الله تطلع جميله هو في حاجه عاوز اقولها برضو لحضرتك في بصرف النظر عن هم اصواتهم حلوه حضرتك كلهم جايين من سفر تقريبا يعني ملك ماشيه من الساعه 5:30 من بني سويف عشان تيجي هنا عشان تجي لنا هنا حضرتك بتغني قلت لها غني غنت واحنا قاعدين في هوا وقاعدين بقى لنا شويه في هوا مش اصل صوتي تعبان مش اصل أيوة ايه فهو ده صحيح لا طبعا احنا يعني مقدرين يعني كل هذه الجوانب يعني رغم كل ده بيغنوا ادائهم جميل وصوتهم حلو طيب اتفضل يا عمرو انت وزياد
وممكن ملك تشترك معاكم برضه لو حافظاها. هو مش اختبار يعني، ما تقلقوش خالص. اه يا عمرو معلش انا بعتذر ليك يا زياد علشان وقتنا، لكن احنا بنشكركم جدا جدا على حضوركم معانا النهارده وعلى الاصوات الجميله دي. عمرو وملك وزياد وعلي شكرا جدا، شرفتونا ونورتونا. دكتور علاء ودكتور مدحت شكرا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، وعايزين فعلا بفضل حضراتكم وبفضل هذا الدعم الفني الجميل للاصوات الفنيه الشابه ان هي فعلا تحتل الساحه الفنيه المصريه علشان نبعد اي يعني اغاني داخلية او اي اصوات غير مناسبة على الاطلاق. عايزين فن قيم، عايزين فن هادف، عايزين فن ايجابي فعلا. شكرا لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، بنتمنى تكون سهرتنا الفنية الثقافية الرمضانية الجميلة نالت اعجابكم. مع حضراتكم متواصلين خلال ايام شهر رمضان القادمة باذن الله، وسهرات فنية رمضانية جميلة من خلال برنامجنا مصر جميلة.